الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي الدولي. مساء الخير يا فندم. أهلا، مساء الخير. عايز تعليق حضرتك على تصريحات وزير المالية من فضلك. من حيث المبدأ أنا كنت متفائل جدا بوزير المالية. ليه؟ شاب خريج جامعة أمريكية، متعلم كويس، اشتغل فترة في البنك الدولي، صح مكتب القاهرة اللي ما اشتغل في البنك الدولي. فعنده المقومات اللي خلينا متفائلين قوي. التصريحات وردية بس على نهج وزيره السابق اللي اشتغل معاه أكثر من 6 سنين، سواء هو أو اللي قبل منه كان نائب وزير أيضا معاهم. فالكلام بتاع سنعمل دي بتقلقني. يعني إيه سنعمل؟ خاصة إن أنت مش جاي من فراغ، أنت جاي وكنت نائب وزير عدد من السنوات والحكومة هي مستمرة والكلام ده كله، فكلمة سنعمل دي ما تشجعنيش. ما فيهاش أرقام، ما فيهاش بيانات، ما فيش إحصائيات. لا، ضربتها بحاجة أسوأ كمان، وإحنا متفهمين إن في أزمات مالية عالمية وإقليمية وبنراعي ذلك، متشكرين، مش هفضل بقى دايما معلق الشماعات بتاعة الأزمات. روسيا، لما تعرف إن روسيا السنة اللي فاتت اللي هي بتحارب واللي كل 37 دولة بيحاربوها وأوكرانيا إيه والكلام ده، بيعملوا تقييم لدول العالم الاقتصادية، روسيا طلعت السنة اللي فاتت إيه؟ ترتيبها كام؟ السادس على مستوى العالم. فاحنا في نمو الاقتصاد، في نمو الاقتصاد، ترتيبها الاقتصادي العالمي السادس على مستوى العالم. فيعني بلاش والنبي بقى ايه نعلق الشماعات، ويعني برضو اسف يعني واحنا اولاد كده صغيرين في الجامعه كنا بنعمل ايه تمثيليات كده، وواحد مننا سوداني يقول لك ستعمل حكومتي، فمش عايز تعمل، انا عايز عملت حكومتي. الكلام بتاعه ما تضمنش ارقام، ما تضمنش نسب، والحاجه اللي اتحققت فيها الارقام حاجه مش موضوعيه. ليه؟ لانها افتراضيه مش حقيقيه. يعني ايه؟ يعني انا وانت ووزير الماليه يعلم ايه؟ ان الموازنه فيها عجز. صح. اما يجي يقول لي وحققنا فائض اولي 6 ومش عارف 2% 10%، المواطن العادي يصدق مين؟ يصدق انك عندك عجز في الموازنه ولا عندك فائض في الموازنه؟ فدي نقطة مهمة أوضح للناس إيه الفائض الأولي ده، عشان قلت ده حاجة افتراضية. الفائض الأولي بيقول إيه؟ بيقول على فكرة إحنا عندنا مشكلة، الفوائد بتاعت الديون عالية قوي، لو أنا ما كنتش مستلف قروض ولو ما كانش عندي قروض ولو ما كنتش بدفع فوائد وما بدفعش أقساط كان زماني بقيت عندي فائض. ده لو، ولكن أنت عمليا ما عندكش فائض لأنك أنت عندك قروض واخد ارقام كبيره في القروض وعندك فوائد لازم تتسدد واقساط لازم تتسدد. فده بعد افتراضي. عشان كده حتى كتير من المواطنين كان بيسالني يا دكتور ازاي في عجز في الموازنه وفي فائض في الموازنه؟ لا يا سيدي، والرقمين جنب بعض، يعني وصلنا العجز ل 3.6 وعندنا فائض اولي 6.1. طب ما احنا يبقى عندنا فائض 3 ومفيش عجز خالص. بالظبط كده، احنا فل. انما هي دي شيء بيتقال سياسيا عشان احنا جدعان، احنا شغالين زي الفل. ده كمان يا فندم في برضه نقطة عايز اخد رأي سعادتك فيها، الفائض مكتوب انه بيتضمن عوائد رأس الحكمة. طبعا لازم يكون متضمن عوائد رأس الحكمة. طيب ما يعني مع يعني مراعاة حاجة، مش مشروعات صناعة ولا زراعة ولا تصدير. هو يعني ده اللي انا عايز اقوله، عوائد رأس الحكمة مش انت اللي حتى بتشتغل، مش انت حتى اللي بتبني، ده الجانب الاماراتي هو اللي بيشتغل وهو اللي بيروج وهو اللي بيجيب المستثمرين وهو اللي بيعمل وهو اللي بيملك وهو اللي بيبيع وهو اللي بيعمل الكلام ده كله. انما انت عندك 35% نتيجه انك اديته بلد بزيها، اديتها راس الحكمه دي مدينه كبيره. فانت اديته المدينه ومقابل بقى اديته المدينه الكبيره دي الموقع الجغرافي الرائع والساحل و انت بيديك 35%. فعشان كده بيقول لك وكمان الفلوس اللي جايه لنا العوائد دي هي السبب يا اخوانا. لكن ده نتاج عمل، نتاج شغل، نتاج تصنيع، نتاج تنميه مستدامه، نتاج اي كلام من ده؟ لا، ده مش نتاج شغل يا اخوانا. طب يا فندم خليني معلش اناقش مع حضرتك برضو سنعمل، ولو ان يعني حضرتك انا موافقك طبعا انها جمله فضفاضه ومش محدده، لكن في رأي سعادتك ايه اكتر القطاعات اللي ممكن جذب استثمارات اجنبية مباشرة فيها في الفترة القادمة؟ نكون واضحين،
احنا شايفين في الكام سنه اللي فاتوا دول، سنوات مش قليله يعني، انت الاستثمارات بتاعتك كلها في الاستثمار العقاري. أي. بتبني مدن سياحيه، بتبني مباني، بتبني والكلام ده كله، فده كله مباني مش انتاج. السؤال بقى واساله لك انت، وانت لا انا عارف انك قد ايه مثقف ما شاء الله يعني، لا عفوا مش بحسدك ولا بنقع عليك ولا حاجه، انما بنيت كم مصنع في العشر سنين اللي فاتوا؟ صحيح، هو ده السؤال، ده سؤال مهم جدا. استصلحت قد ايه؟ حتى بنسبه كبيره مين اللي استصلح لها في ال 4 مليون فدان؟ وانا كنت بحذر من دي، لما تبني لما تعمل ده وتتوسع، الميه نتيجه الدور عليها الميه طلعت مالحه، فمش هتستفيد بالكلام ده. يعني فين مزرعه محمد نجيب اللي هللنا وقلنا دي هتعمل نقله اقتصاديه وكف احتياجات الشعب المصري وهنصدر والكلام ده كله، اين هي الان؟ برضه دي نقطه مهمه. فعشان كده انا بقول الصناعه الاقتصاد عباره عن ايه؟ عباره عن مظله. مظله يعني ايه؟ ليها ثلاث ابعاد اساسيه. البعد الاساسي الصناعه، ثم الزراعه، ثم الخدمات، ثم البعد التجاري. وعشان كده ما بنرحبش قوي بالتجاري، لان التجاري بيعمل عمليه عكسيه. لو انا النهارده بعمل اكتفاء ذاتي او بشتغل وانتج و و مش هحتاج ان انا استورد. طب اخيرا يا دكتور، ثانيه واحده بس، خد دي، لما انا بستورد في مشكله بتترتب عليا؟ انا بطلع الدولارات والعمله الاجنبيه بتاعتي الى الخارج. طبعا، على عكس عمليه التصدير. في التصدير انت بتصدر ويجيب عمله اجنبيه تعزز الاحتياط النقدي وتخفض قيمه الدولار، وبالتالي تكلفه الاستيراد تبقى اقل، وبالتالي المواطن ينعم. ليه؟ السلعه رخصت. انما احنا شفنا الفتره ما التضخم نزل بعد راس الحكمه، ابتدى يتحرك تاني وابتدى يطلع قليلا. ليه؟ لانه عمليا ما بتنتجش وبتستورد. صحيح. فده كله لما بتستورد، انت لسه بتستورد والحمد لله في بقايا فلوس بتاعت راس الحكمه، طبعا متخلص فلوس راس الحكمه، ما انت ما ده برضه مش عشان تنميه مستدامه وشغل دائم هيطلعك انتاج دائم، ده انت بعت حته ارض او دخلت الشيك في بتاع فليك نسبه محدوده، فالفلوس اللي بتيجي بحط جزء منها في البنوك وجزء اخر بسدد مديونيات، لان عندي مديونيات السنه دي 42 مليار. فكل الكلام ده بيقول اني لازم اراعي التوازن في القرار الاقتصادي. ليه؟ عشان الجمارك والبضائع اللي جايه اقدر افرج عنها، وبالتالي لما البضاعه تتوفر في السوق يخفض الاسعار، وفي نفس الوقت اقدر اوفر مستلزمات انتاج للمصانع والشركات عشان يبقى في انتاج ما اتخلاش عن العماله، اقدر اطلع انتاج اكفي احتياجات الشعب المصري، اقدر اصدر اكتر، اجيب عمله اجنبيه، اعزز احتياطي النقدي وما الى ذلك، واقدر البي احتياجات الشعب المصري من السنه الغذائيه والاساسيه. فالعمليه كلها مرتبطه بايه؟ اول كلمه انت قلتها، بنشتغل ولا لا؟ بننتج ولا لا؟ صحيح. عندنا صناعه ولا لا؟ هو ده الاساس. لو ما عندكش الكلام ده بقت عندك مشكله. ليه؟ اكلك وشربك جاي من بره، بتدفع في عمله، العمله بتاعتك بتخرج، ما عندكش اصلا عمله، والعمله بدل ما تتوجه للانتاج بتتوجه لشراء سلع و و. السؤال طيب، النهارده الفتره اللي فاتت كلنا بنتابع الاخبار العالميه، الاسعار العالميه انخفضت ولا ارتفعت؟ انخفضت. حتى المواد الغذائيه، حتى المواد الغذائيه. طب في مصر ايه يا ترى اللي انخفض بمعدلات؟ بره انخفضت من 5 او من 15 الى 22%. ايه النهارده عندنا السلعه اتخفضت حتى 10%؟ ايه مع مراعاه البعد الثاني المكمل؟ طب النهارده كان التاجر الجشع اللي بيستغلنا كان بيقول انا معذور، انا بجيب الدولار من السوق السوداء ب 70 و72، فانا مش هخسر، لازم ارفع الاسعار عشان اكسب. طب النهارده البنك بيوفره لك ب 48 و49، ليه ما خفضتش الاسعار؟ سؤال مهم. عشان ما فيش رقابه، الحكومه والدور الرقابي ده له دور مهم. فالمساله كلها متداخله في بعضها البعض. ايوه، عايز قرار قوي، عايز حكومه قويه، عايز تفهم. التاجر اللي ما التزمش لازم يبقى في شكل من اشكال العقوبه، مش يعني ما بقولش نسجن ولا بنعمل الكلام ده، انما اسحب الترخيص منه، خاصه ان في تجار كتير ودول كتير بتعمل الكلام ده. فمهم قوي ان يبقى الاهم من ده كله انتج. يعني اديك مثال صغير قوي ودمه تقيل قوي، بنستورد قد ايه زيت من بره؟ فوق ال 85%. ليه؟ ده الفلاح المصري ومن يم قدماء المصريين والرسومات موجوده والنقوش على المعابد موجوده، كان عندهم معاصر الزيت اللي بتلبي احتياجات المواطن. انا النهارده وما اتطورتش كتير عشان اقول اصل دي تكنولوجيا متقدمه، بمعاصر الاهليه الغربانه
وعندك الزيتون بيطلع في المناطق الصحراويه وعباد الشمس وكل الكلام ده متاح. ليه استورد 85% من الزيت بتاع المخ؟ اشكرك يا دكتور. طبعا يعني دكتور رشاد كالعاده بيفتح في حاجات شديده الاهميه، وابسط حاجه اخدها من كلامه وتلخص كل الكلام، انت بتقول انا معدلاتي بقت معقوله، معدلاتك بقت معقوله بناء على ان انت دخلت مطور اديت له بلد يشتغل فيها ويبنيها، ولا صنعت وزرعت وصدرت؟ هو ده بقى، هو دي التنميه الحقيقيه.